الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسعدنا وإياكم دنيا وآخرة، ونجعلني وإياكم من الموفقين لكل خير. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة أحاديث كتاب الوضوء من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. قال الإمام البخاري في كتاب الوضوء عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. فاطمة ابنة أبي حبيش صحابية مرضت، فكان الدم لا ينقطع عنها، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض، أي يأتيني الدم فلا يتوقف، منه دم الحيض ومنه دم زائد عن دم الحيض، فلا أطهر، يعني لا يتوقف الدم عني أبدا. فسألت: أفأدع الصلاة؟ يعني ماذا أفعل في صلاتي؟ هل أتركها؟ وذلك أنه من المستقر أن المرأة الحائض لا تصلي، ولكن يبقى عندنا أن ذلك مستمر معها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا تتركي الصلاة في جميع المدة، إنما ذلك عرق، يعني الدم على نوعين: دم يطلقه الرحم وهو دم الحيض، ودم من العروق ومنه دم الاستحاضة، وبالتالي فدم الحيض يترك من أجله الصلاة دون دم الاستحاضة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت حيضتك، قيل المراد زمانها وقيل المراد صفتها، فإن هناك فرقاً بين دم الحيض ودم الاستحاضة في ثلاثة أشياء: دم الحيض مائل إلى السواد، ودم الاستحاضة أحمر، ودم الحيض ثقيل، ودم الاستحاضة خفيف، ودم الحيض فيه رائحة كريهة، ودم الاستحاضة رائحته كرائحة الدم. فهناك فروق في الصفات، لكن اختلف أهل العلم في قوله: إذا أقبلت حيضتك، هل المراد أيام حيضتك أو المراد صفات حيضتك؟ ولذا اختلف الفقهاء في المستحاضة ماذا تفعل، هل تلاحظ مدة الحيض السابقة وبالتالي تجلس عدتها وحيضتها السابقة كما قال بذلك أحمد والشافعي، أو أنها أولاً تلاحظ الصفات فتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بالصفات كما قال أبو حنيفة؟ والحديث دليل للقول الأول، فإنه قال: دعي، أي اتركي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فلم يأمرها بالالتفات إلى الصفات، وإنما أمرها بالنظر في أيام عادتها السابقة. قال: وإذا أدبرت، أي ذهبت أيام العادة وذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم، أي طهري ثيابك من آثار الدم، ثم صلي،
يعني بعد الاغتسال، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، يعني بعد أن تذهب أيام حيضتك تصبحين تتوضئين لكل وقت صلاة، وإذا جاءت أيام حيضتك فإنك تتركين الصلاة. في هذا الحديث ذكر ما يتعلق بالاستحاضة وبيان أن من استحيضت فإنها تترك الصلاة في أيام عادتها السابقة على الصحيح من قولي أهل العلم. وفي هذا الحديث سؤال المرأة الفقيه العالم ولو لم يكن من محارمها عن أمورها الخاصة لتعرف حكم الله فيها. وفي هذا الحديث دلالة على أن الدماء ليست بدماء من الرحم جميعا، بل بعضها يصدر من العروق. وفي هذا الحديث أن المرأة الحائض يجب عليها ترك الصلاة أيام حيضتها. وفي هذا الحديث دلالة على أن الدم نجس، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الدم. وفي هذا استدل طائفة بهذا الحديث على أن خروج الدم من الفرج يعد من نواقض الوضوء ولو لم يكن حيضا، استدل به على أن كل خارج من السبيلين فإن الوضوء ينتقض به، كما استدل أحمد والشافعي وجماعة بالحديث على أن الخارج النجس الكثير من البدن ينتقض الوضوء به، وهذا أحد القولين في المسألة. والصواب انحصار هذا الحكم فيما يخرج من السبيلين، يعني إذا خرجت نجاسة من غير السبيلين كالقي والدم الخارج من بقية أعضاء البدن فإن الفقهاء اختلفوا فيها هل ينتقض الوضوء به أو لا، والأظهر عدم انتقاض الوضوء به. وفي الحديث دلالة على أن من كان عنده حدث دائم فإنه يتوضأ في أول وقت الصلاة ثم يعد طاهرا إلى وقت الصلاة التي تليها، فإنه قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، فدل هذا على أن من كان حدثه دائما فإنه يتوضأ أول الوقت ويكتفي بذلك ويعد طاهرا إلى وقت الصلاة التي تليها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. قولها كنت أغسل الجنابة، المراد بذلك المني الذي يقع على الثوب، المراد هنا أغسل أثر الجنابة الذي هو المني عن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة، يعني ليؤديها إماما بالناس. وأثر الغسل في ثوبه، ففي هذا الحديث خدمة المرأة لزوجها، وفيه مشروعية غسل المني وفركه. واستدل الحنابلة والشافعية بهذا الحديث على أن المني ليس بنجس، قالوا لو كان نجساً لما صلى وعلى ثوبه أثره، ولو كان نجساً لأزال الأثر. وقال مالك وأبو حنيفة بنجاسة المني، واستدلوا بكون عائشة كانت تغسله، فكلاهما استدل بالحديث على مدلولين متقابلين. وفي هذا
أن أداء الصلاة بثوب الرطب جائز لا حرج فيه، لكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلى ثوبه بقع الماء. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة 8 فتكلموا بالإسلام وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، يا رسول الله آونا وأطعمنا. فكانوا بالصفة فاشتووا المدينة فسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أبغنا رسلا. قال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله. فرخص لهم وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا لقاح إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا إلى الحرة فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم وكفروا بعد إسلامهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ في أول النهار غدوة، فبعث الطلب في آثارهم فأدركوا. فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها، ثم لم يحسمهم وألقوا في الحرة، نبذوا في الشمس يعضون الحجارة، يستسقون فلا يسقون، حتى ماتوا على حالهم. فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. قوله عن أنس رضي الله عنه: قدم أناس، أي جماعة، من عكل، اسم قبيلة من قبائل العرب، أو عرينة، 8 أشخاص، فتكلموا بالإسلام، يعني أنهم أظهروا الإسلام وادعوا بأنهم مسلمون وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فأكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا أهل ضرع، يعني عندنا حيوانات نشرب من ألبانها، ولم نكن أهل ريف، يعني ليس عندنا مزارع ولا نعرف النخيل، يا رسول الله آونا وأطعمنا. فأطعمهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم في مسجده، في مكان في آخر المسجد يقال له الصفة، يصف فيه الفقراء، يرتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مآكلهم. فاجتووا المدينة، أي أنهم مرضت أبدانهم، لم يكونوا متعودين على جو المدينة، ولذا جاءهم المرض فتوخمت أبدانهم ومرضوا، فسقمت أجسامهم، أي مرضت بسبب ذلك. وقد جاء في بعض الأحاديث أن بطونهم كبرت وأن أبدانهم هزلت، أي ضعفت أيديهم وأرجلهم. فلذلك شكوا هذا المرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أبغنا رسلا، يعني نحن لم نتعود على الثمار وعلى التمور، وإنما كنا متعودين على الألبان، فأرسلنا إلى مكان نجد فيه الحليب واللبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجد لكم، أي ليس عندنا مكان تجدون فيه طلبتكم هذا إلا أن تلحقوا بالإبل، فقد كانت إبل النبي صلى الله عليه وسلم على جانب من جوانب المدينة، فقد كان، ووظيفت الإبل للنبي صلى الله عليه وسلم لكونه يقوم برعايتها وهو الذي يأمر فيها، وإلا فهي إبل الصدقة. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لهم في أن يذهبوا إلى الإبل،
وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا لقاح إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، يشربوا من البول واللبن. قال: فانطلقوا إلى الحرة، والحرة أرض فيها حجارة سوداء شديدة الحرارة، فيها حجارة صلبة حادة، ولم يكن الناس يسيرون عليها، وكانت في جوانب المدينة، وكانت ذات لون أسود، وكانت الإبل فيما بين هذه الحرار حرة المدينة. فذهبوا إلى الإبل فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا، أي ذهب المرض عنهم وعافاهم الله، وسمنوا، أي أن أطرافهم ذهب عنها الهزال وأصبحت سمينة. فلما صحوا، أي أنهم أصبحوا أصحاء أقوياء، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، وقاموا بقطع أعضائه، وسملوا عينيه، وقطعوا أطرافه، ثم قاموا وأخذوا الإبل واستاقوا النعم، يعني أنهم أخذوا الإبل وطردوها معهم وسرقوها وهربوا بها وكفروا بعد إسلامهم. فحينئذ شاهد أحد الناس حال الراعي وعلم بالحال، فرفع صوته بإخبار الناس بما وقع، فأتى الصريخ الذي يخبر بالواقعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الخبر كان ذلك في أول النهار، في أول النهار غدوة، إلا أن الله عز وجل أعمى هؤلاء القوم، فلما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا يدورون في مكان واحد ويجتوون فيه وظلوا الطريق. فبعث النبي وأرسل في أثرهم الطلب يطلبهم. فلما ارتفع النهار، أي أنه ارتفعت الشمس وأصبحوا في الضحى، جيء بهم لأنهم قد تاهوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم كما فعلوا بالراعي، فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسمرت أعينهم، أتي بالحديد الحار فوضع على أعينهم، وأمر بمسامير فأحميت، أي وضعت في النار حتى أصبحت حامية حارة، فكحلهم بها، يعني كحل أعينهم بها من أجل أن يذهب بصرهم كما فعلوا بالراعي. ثم لما قطع أيديهم وأرجلهم لم يحسمهم، أي لم يضع هذه الأيدي والأرجل التي قطعت في الزيت، لأنهم سابقا إذا قطعوا اليد وكما في السارق فإنهم يضعون طرفه في الزيت من أجل أن يتوقف الدم ولا يموت بسبب الدم الخارج، فكانوا يحسمونه، وهكذا يفعلون في المعارك، فإنهم كانوا يضعون الزيت الحار على جروحهم من أجل أن يتوقف الدم. وألقوا في الحرة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضعهم وتركهم في الحرة، ونبذوا، أي تركوا في الشمس يعضون الحجارة، أي أنهم ليس عندهم شيء، ومن شدة الألم الذي وقع بهم أصبحوا يمسكون الحجارة بأفواههم، يستسقون، يطلبون الماء فلا يسقون حتى ماتوا على حالهم. قال أنس: فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه، أي أنه يضربها أو يمسحها حتى ماتوا. ف
فهذا الحديث فيه عدد من الفوائد. أول تلك الفوائد استقبال الأضياف، وخصوصا ممن يكون لهم الشأن. وفي الحديث أيضا من الفوائد قبول من أظهر الإسلام، وأنه يكتفى بظاهره ولا يفتش عن باطنه إلا إذا ظهرت منه علامات بخلاف ذلك. وفي هذا الحديث أن الإمام الأعظم يبايع الناس على دين الإسلام وعلى الالتزام بحق الولاية، وأما المبايعات في غير ذلك فإنها ليست بمشروعة. قال: وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. وفي هذا الحديث أن الناس ينقسمون في مآكلهم ومشاربهم بحسب ما يعتادون عليه، ولذا لما اعتادوا على الألبان كانوا ممن يطلبها ولا يتناسبون مع ثمار الزراعة. وفي الحديث أيضا وضع النبي صلى الله عليه وسلم مكانا في المسجد يقال له الصفة، يأوي إليه المحتاجون ويأوي إليه من يحتاجون إلى إطعامهم، وكما يأوي إليه ضيوف المدينة. وفي الحديث أن من لم يتناسب مع مقام أو مكان وكان يتأثر بدنه بذلك فإنه ينتقل عنه إلى مكان آخر. وفي هذا الحديث مشروعية التداوي، وأنه من الأمور المطلوبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ولذا أمر بمداواة هؤلاء النفر. وفي هذا الحديث فضل الإبل ومكانتها. وفي هذا الحديث وبهذا الحديث استدل أحمد وجماعة على طهارة بول ما يؤكل لحمه، وقال مالك وأبو حنيفة بنجاسته، وفسروا الحديث بأنه على حالة الاضطرار، ولعل القول الأول أظهر. وأما حديث عامة عذاب القبر من البول فيراد به البول النجس، وليس المراد به جميع الأبوال. وعند أحمد أن التداوي لا يكون بالمحرمات مهما اضطر الإنسان، فمن ثم يقول بأن الغذاء إذا فقد واضطر الإنسان إلى أكل المحرم جاز له أكله، بقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا في المأكول. وأما في التداوي فإنه يرى أن الدواء المحرم لا يجوز تناوله، وأنه أصلا ليس بدواء. ويستدل على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ويبقى هنا أشياء يتردد فيها، هل هي من باب الغذاء أو من باب الدواء؟ فمثلاً الأشياء التي يحفظ بها الدواء بحيث لا يتلف الدواء ولا يفسد، هذه لا يتداوى بها وإنما يحفظ بها الدواء، فإذا لم يوجد غيرها جاز استعمالها. وهكذا أيضاً أعضاء البدن التي يحتاج إليها ولا يوجد غيرها فإنها في حكم الغذاء. ولذا فإن الدواء هو ما ينقل أعضاء البدن من حال الاعتلال إلى حال الصحة. وأما هذه الأجزاء فإنها لا تعد علاجا، وإنما هي تعويض عن أجزاء من أجزاء البدن، ومن ثم تكون بمثابة الغذاء. وفي هذا
الحديث أيضا أن وفي هذا الحديث جواز وضع الإنسان للإبل والقيام عليها ووضع الرعاة عليها، وفي هذا الإبل وفي هذا الحديث دفع صدقة الإبل وزكاتها منها، وفي هذا الحديث تحريم الاعتداء على الآخرين، ومن ذلك فعل هؤلاء القوم. وفي الحديث أيضا أن بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث أيضا القصاص من الجماعة عند قتلهم للواحد، وهم قد قتلوا واحدا، وفي هذا الحديث عقوبة المرتد الذي جمع مع ردته اعتداء بالقتل وبتقطيع الأعضاء، وفي هذا الحديث القصاص فيما دون النفس كما في الأيدي وفي الأعين. وفي هذا الحديث أن المجرم لا يعان على إجرامه، ولو طلب ماء أو طلب حاجة تكون معينة له لم يجوز إعانته على ذلك. وقد استدل الإمام البخاري وترجم على هذا الحديث بعدد من التراجم، فمن ذلك قوله: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. فكأنه يقول بأن هذا الحديث يدل على أن مبارك الإبل طاهرة، وأنه يجوز للإنسان أن يجلس فيها، ولكن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في مبارك الإبل، وليست العلة في هذا النجاسة، فإن مرابض الغنم تماثل مبارك الإبل، ولكن الإبل كبيرة، وإذا جاءت والإنسان يصلي وهو ساجد فقد تبرك عليه فيؤدي ذلك إلى وفاته. وترجم المؤلف لذلك بباب قصة عكل وعرينة، وباب استعمال إبل الصدقة وألبانها لابن السبيل. فالأصل في إبل الصدقة لا تكون إلا لمصارف الزكاة، وهؤلاء القوم كانوا من أبناء السبيل، ولذا أعطاهم من ألبانها وأبوالها. ثم قال: باب من خرج من أرض لا تلائمه، أي لا تناسبه، ويمرض فيها. وقال: باب الدواء بألبان الإبل، وباب الدواء بأبوال الإبل، وباب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. وقال: باب المحاربين من أهل الكفر والردة. المراد بالمحاربين هم قطاع الطريق الذين يقطعون السبيل. قال: وباب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ وهذه اختلف أهل العلم فيها، فطائفة قالوا بأنه إذا حرق المشرك المسلم فإنه يحرق كما فعل به، كما فعل النبي بهؤلاء القوم عندما قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. وقال جماعة بأنه لا يحرق بل يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وقال: باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين، لأنهم فعلوا ذلك بالراعي. باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا، ففي هذا دلالة على أن من قطعت يده في السرقة ولا في المحاربة فإنه يحسن بأن يوضع طرفه في الزيت الحار من أجل أن يتوقف دمه، بخلاف هؤلاء. قال: باب
لم يسق المرتدون المحاربون، لم يسقى يعني لم يعطوا الماء حتى ماتوا، وكما ترجم له على باب القسامة. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. أسعدكم الله في دنياكم وأخراكم، وبارك فيكم، وملأ قلوبكم من التقوى، كما نسأله جل وعلا أن يرضى عنكم وأن يحبكم وأن يسعدكم وأن يرفع درجاتكم في الجنة، ونسأله جل وعلا أن يغفر لوالديكم وأن يصلح ذراريكم وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الاستقرار والأمن والطمأنينة، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح، وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.